سيد احمد وي نوري خويا على بالك بلي انا لك تشوف فيا ملي كنت صغير كنت نطير بورا ويني بان معايا بلومي بلومي اه ماك تزعق نوري خويا بلومي بعدا اه وين لعبت جا تشوف وين لعبت لعبت شحال من ليكيب بصح ما نشفاش عليهم اه نوري خويا حشم 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 نوري ها اهلا نوري اهلا سيد احمد خديت شني حوالك لاباس الحمد لله وانتي الله يسلمك شكرا يعطيك الصحه اللي استقبلتيني في الكوزينه تاعك مرحبا شرفتني ونورتني الله يسلمك نوري نوري حابين نسقسيك باغي نسقسيك سؤال اسال اللي تحب نوري مين كان صغير كيلعب بولا نوري نوري لا صغير لا كبير ايا يرحم والديكم برك انا من هذه الفرقه ايا نوري انا غادي نروح للمرشي يقول لي شاشي لك يا خفي روحك ما عندك ما تشري لي كل شيء عندي اليوم اما لي صحه انا دروك غادي نروح نشوف اسطاد اللي ما بغاش يبنيه مولاي ونولي ايا من بعد نشوفك سيد احمد ان شاء الله خويا اي برا ارقد في التريبيون مرحبا بك سيد احمد خديس مرحبا شرفتني الله يسلمك نوريا شكرا لك اللي استقبلتيني في الكوزينه تاعك واليوم راني مسرور وفرحان بزاف اللي راني متواجد وراني ضيف عند السلطان مولاي عاشور العاشر وما نقدرش نفوت لوكازيون باش نقول لك مرحبا باللهجه تاعك عايشك سيدي شرفتني الله يسلمك كرياضي انت تاكل خبز ناكل الخبز مي ماشي بزاف خاصة في رمضان ما نحبش ناكل بزاف الخبز عندنا احنا ريجيم كي كنت نلعب عندنا ريجيم سبيسيال ولكن اليوم مادام راح ديري لي الخبز راح نقول لك وين نحب الخبز وناكل الخبز خليك علاش باش نقول لك صايي فهمت انت وحدك باش نعمل خبز اه باينه باخد شفت الزيتون هنا شويه يدور وما نحبش الزيتون انا اصلا لازم نقولها لك قبل ما تطيبي لي الخبز دونك انا ما ناكلش الزيتون علاش ما تحبش الزيتون ما نحبوش ملي كنت صغير اي علاش عندك حكايه معاه ولا هكيكه ما نحبوش دقته كي كنت صغير خطره ما عجبنيش ما قعدت هكذاك ما نحبوش لازم دقته مش طايب فيه مراره دقت كامل انواع الزيتون ما عجبونيش ما عجبكش ما نحبوش وزيت الزيتون تاكلو ناكل زيت الزيتون اه زيت الزيتون نموت عليه باكونت باهي مين نعمل لك الخبزه نتاعك انت بالكليل تاكل الكليل وي تنوع الخبز وانت تاكل اللي تحب معليش اليوم في خاطرك بالك نقدر ندوق زيتون كي راني ضيف عندكم وعند السلطان مولاي عاشور ندوق زيتون تعجبك دونك المقادير اللي باش نستحقوهم دونك الفارينه زيت وحليب وخميره الخبز شويه سكر وبطبيعه الحال الملح لا خبز يديروا له سكر اي ايه هذا جديد ها حطوا السكر باش البات تجي بنينه اه صح باش تجي شويه بات سكري لا ما تجيكش الخبز اللي تشري فيه السكر فيه سكر اي كله فيه السكر وعندنا فصل العظمه باش ندهنوا به الخبز ولفحت لي عندنا ثوم شايح معدنوس شايح وكليل اللي باش نعمل لك منه الخبزه نتاعك كليل اللي احنا ناكلو انايا اي اللي باش تاكلو انت كليل شايح شايح اي به يا سيدي انت كيفاش بديت الساعه الرياضه وكيفاش وليت رياضي بديت وانت صغير اكيد بديت صغير وديتها على الأب تاعي اللي كان رياضي كذلك من قبل وكان لاعب في الفريق الوطني ونظن أنه هو اللي ما ترانسمي هذيك لاباسيون تاع كرة القدم وبديتها كان في عمري 8 سنوات ولا 9 سنوات بديت في فريق نصر حسين داي وتم الأصاغر كامل قبل الأصاغر آه. كيفاش يقولوا لها بالعربية بنجامين اصغر هي مينيم ايه. بنجامين براعم واقل ايه. في صنف ايه. البراعم حتى لحقت لصنف الاكابر درت كامل لي كلاس تاعي في نصر حسين داي وهو فريق اللي ترعرع فيه ثاني الاب تاعي من قبل دونك فريق تاع العائله نقدر نقول فريق نصر حسين داي هو في العائله تاعي الثانيه حاجه حلوه يبدا البو يلعب في فريق وولده يكمل يخلط يلعب في نفس الفريق محلاها بيان سور حاجه مليحه هو انه لازم من بعد البو كما تقولي انت بعد باباك لازم يكون عندك انت اسم تاعك كذلك لانه الاب تاعي ربي يرحمه كان اسمه محمد يرحمه. وانا كنت حاب الناس والجمهور يكتشف اللاعب سيد احمد بعد الاب تاعي. هي الصعب انك انت باش تعمل اسم وباش تحافظ على اسم زيدا هذه الحاجه الواعره في كي يكون الاب تاعك كان مارس رياضه هذه وكان هاي. معروف ونقدروا نقولوا طلع المستوى شويه البعيد وين هو كان لعب في المنتخب الوطني وعنده اكثر من 80 سيليكسيون انا بعدها كنت حاب انه الجمهور يكتشف
ابن باسمه سيد احمد قديس. صحيح صحيح. طب نصبوا الحليب اللي هو دافي سخون. نبداو بالحليب. اي نحطوا الحليب ومع الحليب هذه باش نديروا لاباط تاعنا. اي باش نخلطوا الباط. مالا باش نخلطوا الباط تاعنا باش نعملوا خبز باش نعملوا احنا الباط وحدنا. باش نحطوا الزيت. شفت سهلة برشا. باش نحطوا الخميرة وباش نحطوا السكر. السكر اللي ماكش على بالي بها. هذايا ما على بالكش بيه. ومن بعد نخلطوا كلش. لا باش نخلط شوية بركة نخلط. اوكي باهي خلطنيهم. باش نخلطوا الفارينة صبوها. عاونك عاوني. يلا بشوية بشوية. شحال يلا انت عملي نزيد كل 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 آه الكل. كل برافو عليك. تعاون في الكوجينة انت. ماشي بزاف. ما ملي كنت صغير ما نحبش ندور في الكوزينة وما عنديش لا باسيونس في الكوزينة. ما نحبش نطيب. ما نحبش. ملي كنت صغير جاب لي ربي باسكو يما والفتنة ما نعاونوش. ايوا بصح عندي خويا صغير. ملي كان صغير انا كنت نحب نروح نلعب ونخرج مع صحابي. هو كان يروح يريح معي ما في الكوزينة ويشوف. واليوم صابها خويا صغير يطيب. يطيب مليح. انا سالتك خاطر انت طول قلت لي نعاونك. باش نخلطوا طول الفارينه. بابا تطلع بلا الماء. بالزيت ولا حليب؟ حليب والزيت. البات باش تكمل نكمل نعجنها لازمها تكون متماسكه. ومن بعد باش نخليوها ترتاح شويه خيبية. تولي ساهله في الحلين نتاعها. كي لاباط تاع الخبز كي لاباط تاع البيتزا كي تقريبا. اي كيف كيف توا باش نكملوا نخليوها تتعجن بالقدا. ومن بعد هنا نرجعوا نوريكم البات كيفاش. حضرت العجينه نتاعنا قسمناها ويعطيك الصحه هكيك. عجبتك؟ هي لا هاي بيا. قسمناها هكايا وبخلينيها ترتاح وباش نعملوا الخبز نتاعنا. يلا نبداو. سيد احمد توا انت لعبت في ساعه في قداش من فريق لعبت؟ لعبت في عده فرق بون نسميهم لك بالواحد. لعب بديت في نصح حسين داي ومن بعد رحت لشبيبه القبائل ومن بعد من شبيبه القبائل عاود رجعت لنصح حسين داي. فيما بعد هذه في 2008 2009 بدايتي كانت في 2003 2004 مع الاكابر. وين سينيت برومي كونترا بروفيسيونيل تاعي. ومن بعد مر نصح حسين داي رحت المولود للجزائر وين مع الفريقين هذوما شبيبه القبائل المولود للجزائر توجت بلقب البطوله. فيما بعد كانت عندي تجربه في الامارات في نادي الضفره. ومن بعد عاود رجعت مضيت في رائد القبه. ومن بعد مريت القبعه وترجعت لنصر حسين داي. ومن بعد من هذاك المنبر نظن بداو المشاكل تاعي في كرة القدم. شنو هي المشاكل؟ المشاكل هي الاصابات. واضطريت اني نوقف المسيره تاعي بسبب اصابه على مستوى الظهر. تما اللي بداو المشاكل شويه. معناتها انت كنت حابب تكمل مي الحكايه هذه طبيعه الحال في عمر صغير. خاطر في عمر صغير حبست كي درت العمليه الجراحيه على ظهري كان في عمري 28 سنه تقريبا 29 سنه. يتسمى العمر هذا في طنبك الجوار. سي نقولوا لو صوموم تاع لا كارير تاع جوار. هذا لاج اللي تكون فيه تكتسب الخبرات تكتسب التجربات تولي تشوف الاشياء بطريقه مغايره على كي تكون صغير وين تكون عندك لافوك تكون حاب تبين اشياء اللي تكون عندك تاع لا جوناس. مي من بعد مع لاج تربح شويه اون اكسبيريونس وتربح لا ماتوريتي. سكي فيك كي تلحق لهذاك العمر اللي تكون في اوج العطاء. في اوج العطاء. وهو الجوار معناتها انه هو العمر اللي يقولوا كبر ما عادش ينجم يلعب
ما نعمر نقولوا جوار كبر ما كاش عمر بريديفيني هكذا بالضبط لكل جوار، ولكن كاين دي جوار تو ديبون دو دو لا بيولوجي تاع لو جوار، تو ديبون تو ديبون دو كور تاع لو جوار. كاين اللي عندهم من بون هيجين دو في، كاين اللي يتدرب اكثر اللي يقدر يلقاها كي كان صغير كان يتدرب اكثر من واحد اخرين يلقاها في كبره، كاين اللي لحقوا يلعبوا حتى ال 40 42 سنه، وكاين اللي المسيره تاعهم تحبس في 30 32. ولكن الى نعطيك اون مويان لا مويان تاع لي جوار يلحقوا اونتر 32 و 35 عام، هذاك هو لاج اللي يحبسوا فيه، هذيك اللي يقفوا فيه، هذاك سين مويان. لكن كي نقولوا جوار ليه بروحه، شنو الطقوس اللي يعملها باش نفهموا هذا ليه بروح يترينا حياته منظمه؟ سي لي جيان دو في كما قلتي، حياته منظمه، يتريني، ياخذ وقت الاسترجاع، ما ياكلش نيمبورت كوا. كاين فما نظام في الماكله، فما نظام بيان سور سورتو في الماكله، الماكله والنوم، هذو هما لي دو برينسيبال كاركتيريستيك لي يميزوا اللاعب تاع كره القدم. اللي يحب يكون عنده مستوى كبير ويحب يلحق وينجح عنده دو ساكريفيس افير توت ان بروسيسوس. كاين دي ديتيسيان اللي يعسوا باسكو يلزم الواحد يعرف انه اللاعب تاع كره القدم الا زاد بكيلو برك كيلو تاثر عليه في نقولوا في التيرا في التيرا ولا في لي كاليتي اللي يقدر يمدهم بلوطار. ما نصلحش في التيرا. ما كان ما كان انت ديري لنا الخبز. ندير الخبز. شوف الخبزه كيفاش عملتها، وبالسكينه نعمل لها نجرحها هكا. كل خبزه عندها الزخرفه تاعها سبيسيال كيما تحب. تحب تعمل زخرفه جديده اخرى انت اعمل. لا لا هذه سبيسيال باسكو تشبه الخبز فوغاس. اي هذه خبزه فوغاس. هذاك هو خبز الفوغاس اللي تحكي عليه، خبز بالزيتون. ايه وكل خبز عنده ليك انت باش نعملوها الزخرفه تاعو. هادو تاعي. هذه نتاعك؟ ايه هادو تاعي. طيب باش نعملك بالزيتون. باش نعملك باش ندوق انا بالزيتون. معليش. نعملك لك انت اللي بالزيتون. باهي انت توا سيد احمد، توا انت ما عادش تلعب في التيرا، اما قعدت محلل رياضي. نظن انه اني اللاعب الوحيد اللي كان محلل او ميم طون كو كان يلعب. أي. حتى كي كنت نلعب كنت بديت نحلل في قنوات التلفزيون، وبديت في قنوات التلفزيون الجزائري العموميه في الناطقه بالفرنسيه كانال الجيري. نظن جات صدفه لانه كنت ضيف حصه ما رياضيه. أي. بعد الحصه عرضوا عليا اني نبدا نعمل كمحلل رياضي، قلت لما لا للفكره. باهي انت توا ما تكتريش الزيتون نورية. هذه اللي نخليها لينا الخبزة بهيش، وانت باش نعمل لك قلت لك بالكليل تهنى. عندك حاجة أخرين ما تاكلهمش خلاف الزيتون؟ كاين بزاف. شخنيق انت. صح شخنيق. باهي شنو هي اللي من الحاجات اللي ما تحبهمش مثلا خلاف الزيتون؟ ما ناكلش كامل الخضر. ما تاكلش الخضرة؟ ما ناكلهاش. رياضي ما ياكلش الخضرة؟ هكذا كان يقول لي بابا الله يرحمه، قال لي يقول لي سبورتيف تاع الخرطي. والله ما ناكلش الخضره. كيف هي؟ ما نحبهاش. الخضره الكل؟ ايه الخضره الكل. نهارك في رمضان كيفاش تعدي؟ عندي جينيرالمون لي تورناج في السهره، نكملوا مور التراويح، نديروا تورناج تاعنا، نكملوا 3 4 تاع الصباح، ندخل للدار، نتسحر، نستنى الفجر، نصلي الفجر، نرقد. تعديها نهار كامل ريق؟ لا لا نوض من بعد. رجعتني. لا 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 ما نرقدش بزاف. انا نوري راقد. نوري راقد. ايوا انا معنيها تعرف شنو نهبل كي واحد يقول لي راقد. تروماتيزاك نوري بالرقد. اي بالرقد. انا ماشي كيما نوري. نوض قبل الظهر. قبل الظهر ومن بعد نهبط للخدمه نشوف كش ما كاين باش نبريباريو ليميسيون تاع العشيه ايتترا. والعشيه نعاود ندخل ندير شويه رياضه قبل الفطور. ساعتين ولا قبل الفطور ندير رياضه. ما تبطلش معناها السبور؟ ما نقدرش. حتى في رمضان تترينا كل يوم قبل الفطور. عندي يومين في الاسبوع اللي ما نديرش. الويكاند الجمعه والسبت راحه. شنو هي التحذيرات اللي صايره توا للكوب دي موند؟ الوغ توا الفريق الوطني تاهل لكاس افريقيا. اي الحمد لله رسميا. مبروك عليك. وحنا اللي فزنا باخر كاس افريقيا. ان شاء الله نحافظوا على اللقب هذا في كاس افريقيا المقبله. بور لا كوب دي موند راح بعد رمضان ان شاء الله عندنا لي دو برومي ماتش في شهر جوان امام جيبوتي وبوركينا فاسو.
ان شاء الله نبداو المباراه كبار به شويه يلعبوا. جيبوتي شويه بوركينا فاسو ملح ان شاء الله نبداو لافاز هذه كما رانا فعلى نفس المنوال اللي رانا فيه لانه الفريق الوطني وكما الشعب الجزائري كامل يعرف رانا في اون بيل سيغي تاع 24 مباراه دون هزيمه عادلنا الرقم قياسي تاع فريق ايطالي وفريق مصري على ما اظن ان شاء الله هذا سي ان تيتر سامبوليك ان ريكورد parmi tant d'autres مي مليح للمورال تاع اللاعبين اليوم رانا في ديناميكيه مليحه نقولوا مع المدرب الجديد جمال بلماضي لو يقوم بعمل كبير دونك نتمنى ان شاء الله نحضروا التصفيه تاع كاس العالم كما لازم الحال يعطيك الصحه الخبزه نتاعنا هذه باش نكملها وندهنوا الخبزه نتاعنا هذه عجبتني راح تبطل شغل فوقاص تاع الصح هذه الفوقاص الصح هذه تاع الصح اي حتى هذا مصحاح راه بعجبوك لا لا عجبوك صح هذه لما يفرف باش ندهنوهم بالفاس نتاع العظمه ونكمل نفوحهم ونشوفوهم كيفاش هما طيبين ما تبعدوش انا راجعين هيدا هو الخبز سيد احمد ان شاء الله يا ربي يعجبك ان شاء الله نوري هكذا راه يبان شباب وسيرتو انا عاونتك باش درناه دونك يعجبني فورسي ما يعجبني وشنو لازم ندوق باش نقول لك الا بنين ولا لا لا مول الفطور ان شاء الله نقول لك الا بنين عندك الف حق يا سيدي شرفتني ونورتني الله يسلمك نوريا يا درا فريتوها اي ميلا هيا صحه سيد احمد انا اخويا انا كنت عند مولاي رايح اوس عليك نروح نشوفه واخويا مرحبا ان شاء الله يا سيدي شرفتني ونورتني كل ما تحب تجيب حذايا في الكوجينه مرحبا بيك الله يسلمك نوري يعطيك الصحه وكثر خيرك اللي رحبتي بيا وراني فرحان اليوم اللي تعلمت ندير الخبز معاك ورمضان كريم ليك ان شاء الله والكامل سكان المملكه كل عام وانت حي بخير زيدا امين يلا تنجيب لكم الخبز هزوا للديوان معاك ان شاء الله قول لي حويت بين سقسي انا عم نوري خويا عندي واحد تاكتيك لو كان تقولها بالماضي غادي يفرح باه نربحوا 3-0 لازم لي جوار يديروا والله ما على بالي انت تقول لي خويا ما على بالك شي ما على باليش لازم احنا نمركو ثلاثه بصح هما ما لازم يمركو والو والله غير صبتها يا خويا انا عجبتني التكتيك هادي بي ان ديك السيتي مع غوارديولا خويا تبغي تزيد حتى 5 بوالو نوري لونترونور وصلنا لاخر الحصه نتاعنا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت ملتقانا في كوجين تاع عاشور شي هي طيبه صحه فطوركم خبز بالزيتون نستحقوا 675 غرام فارينة 40 غرام سكر 10 غرامات خميرة الخبز 10 غرامات ملح 400 مللتر حليب مخلط بالماء الدافي 45 مللتر زيت زيتونة بنكهة الكليل 10 غرامات كليل شايح وإلا فرش كما تحب 10 غرامات معدنوس شايح مغرفة صغيرة ثوم شايح 100 غرام زيتون أخضر مقصوص بغندال سكان المملكة بلغهم الغايب يعلم الحاضر ورانا عارفين باللي رقبتكم اللقية وباغين تضحكوا وتتهاو بصح رانا نوعدكم باللي يا رجلوها يا ما رجلوهاش تيليشارجي جيزيا واقضي على اللقية حصل على أفلام موسيقى ألعاب ومحتويات حصرية مع جيزي